ليعلم أن ما جاء من حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن أجلس في مجلس فيه قاص خير لي من أن أعتق أربعة أنفس. هذا الحديث ضعيف ولا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس به مدح لهؤلاء، بل إنه ذكره البيهقي في سننه من أن المذكور ليس قاصا وإنما هو قاص. وعلى كل حال فلا يصح هذا ولا يصح هذا.